انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن زوجة اسمها غادة صابر. في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايزة اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، 1,160,000 اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسة وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. النهاردة هكلمكم عن تعليق جالي من أحد النصارى بيطالبني بمشاهدة فيلم عن المسيح علشان يثبت لي أن عملية الصلب حصلت بالفعل. يعني هو عايزني اقتنع بالعقيدة من خلال مادة في المية من تأليف وتمثيل بشر. طيب خلينا ناخده على قد عقله ونوضح ليه ان الفيلم ده مش دليل كافي، وازاي ان في تناقضات واضحة في الاناجيل الاربعة بخصوص قصة الصلب، ونبدأ نقرأ التعليق ونرد عليه بإذن الله تعالى. بس القرآن أتى بعد 6 قرون من المسيح. المسيح أتى أولا، بعدين القرآن، من معجزات المسيح، قيامة الموتى، شفاء الأعمى، شفاء البرص، شفاء المخلوع. أنا مش عارفة إيه المخلوع، اللي عارف المخلوع يكتب لي في التعليقات من فضلكم. شكوا التلاميذ ومن بينهم توما لمس جروح المسيح وآمن، وقال يسوع آمنت يا توما، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. بعدين المسيح أتى ليخلص البشر لا ليخلص نفسه، مش جاي يفرد عضلاته. قام من بين الأموات وصعد إلى السماء، ويوجد تلميذ اسمه بطرس قال له لن أسمح بصلبك، قال له ستنكرني 3 مرات، إنك تعرفني. كان يتكلم عن الحدث قبل حدوثه، وفعلا أنكره وقال سأصلب وانصلب، وقال سأموت ومات، وقال سأقوم وقام، وصعد إلى السماء وجاء ليخلص البشر من الخطية لا لينتقم من البشر. بعدين تعذب كثيرا على أيدي اليهود لأنه بشر، انسلخ جلده. المسيح كتير عمل معجزات، احضروا فيلم المسيح كله واضح، ولد من عذراء وبشر وعمل معجزات، وكان يقول لواحد من تلاميذه لن أسمح بصلبك، يقول له ابعد عني يا شيطان، تفكيرك تفكير بشر، مكتوب أن أصلب وأموت وأقوم في اليوم الثالث، وسيرجع ليدين الأحياء والأموات. احضروا الفيلم كل شيء واضح. هذا التعليق يحتوي على عدة نقاط تتعلق بالمسيحية والإسلام، سأحاول الرد على كل نقطة بمنطقية واحترام. أولا، التسلسل الزمني للكتب المقدسة. من البداية لازم نوضح إن أسبقية رسالة معينة أو دين معين مش دليل على صحتها. لو كان ده معيارنا كان يبقى الوثنية أو اليهودية أصدق من المسيحية، لأنها ديانات كانت موجودة قبلها. فالمهم هو المحتوى والدليل الموثوق. صحيح ان القرآن جه بعد المسيح بقرون، لكن احنا بنؤمن ان ربنا انزل التوراة على موسى، والانجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. الكتب اللي قبل كده حصل فيها تحريف وتبديل في بعض نصوصها على مر الزمن، وجي القرآن علشان يصحح الأخطاء دي ويأكد الحقائق اللي وردت في الكتب السماوية السابقة. والحقيقة التي لا جدال فيها أن القرآن الكريم هو الكتاب الأخير والمحفوظ من التحريف، والدليل قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. القرآن بيتكلم عن قصص كتير جت في الإنجيل،
زي مثلا قصة ميلاد المسيح من العذراء مريم والمذكورة في سورة مريم من الآية 16 حتى الآية 34. وذكر القرآن معجزات المسيح مثل إحياء الموتى وشفاء المرضى. وفيما يلي عرض أمثلة على تصحيح القرآن للروايات في الرسالات السابقة. قصة صلب المسيح: في حين أن الأناجيل بتأكد على صلب المسيح وقيامته، القرآن بيقدم رواية مختلفة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ده بيوضح الاختلاف الكبير بين الإسلام والمسيحية في النقطة دي. معجزات المسيح: القرآن بيأكد إن المسيح عمل معجزات كتير، وبيوضح إن المعجزات دي تمت بإذن الله مش بقوة ذاتية من المسيح. ربنا بيقول في سورة آل عمران: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. والخلاصة إن القرآن بيقدم تصحيح للقصص والأحداث اللي وردت في الكتب والرسائل السماوية اللي قبله، مستندا على فكرة إن الرسائل دي حصل فيها تحريف بمرور الزمن. ثانيا، معجزات المسيح: المسلمين بيؤمنوا بالمعجزات اللي عملها المسيح زي ما هي في الإنجيل، زي شفاء المرضى أو إحياء الموتى. بس في الإسلام النظرة للموضوع مختلفة، يعني المسيح بيعمل معجزات بإذن الله سبحانه وتعالى ومش بقوة من المسيح. ببساطة، في الإنجيل في نصوص كتير بتقول إن المسيح عمل المعجزات بإذن الله. مثلا هنلاقي في إنجيل يوحنا المسيح قال: إنما أعمالي هذه لم تصنع من قبلي بل من أرسلني. يعني المسيح نفسه بيقول إن كل حاجة عملتها كانت بإذن وإرادة من ربنا. فالمسيح دايما كان بيأكد ان المعجزات اللي بيعملها من الله عز وجل وما نسبهاش لنفسه، والدليل انه قال: انا بروح الله اخرج الشياطين. ولما احيا العازر من الموت رفع يسوع عينيه الى فوق وقال: ايها الاب اشكرك لانك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي، ولكن لاجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني. فالمسيح شكر ربه ان استجاب لي وسمع تضرعه ودعائه لما رفع عينه للسماء متوسلا له سبحانه وتعالى انه يقيم العازر من الموت، فاستجاب الله لي واحيا على ايده العازر. وكمان طلب من الله العون لما كان عايز يأكل الجمع الكبير من الناس بخمس أرغفة وسمكتين، فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم وقسم السمكتين للجميع. ولما جاله واحد أصم لا يسمع رفع نظره نحو السماء وأن وقال له افس أي انفتح، وللوقت انفتحت أذناه وانحل رباط لسانه وتكلم مستقيما وقال إن كل معجزاته دفعت إليه من الله. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان أي من الله في السماء وعلى الأرض. فلو كان إله لكانت معجزاته ذاتية تنبع من طبيعته الإلهية. وأكد المسيح أيضا أنه لا حول له ولا قوة بغير تأييد الله له، فقال: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينوناتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. وإن المعجزات دي عطاء من الله وبتدل على إنه رسول من عند الله، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني. وده بيدل على إن المسيح نبي ورسول مرسل من عند الله، يعني المعجزات مش بتتم بقوة المسيح بل بموافقة وإذن ربنا.
إذن المسيح كان بيصنع المعجزات بإذن مين؟ كان يصنع المعجزات بإذن الله. ثالثا، شك التلاميذ وتوما. القصة المتعلقة بتوما والشك في جروح المسيح موجودة فعلا في الأناجيل، ولكن في تناقضات في الأناجيل حول الأحداث المحيطة بصلب المسيح وقيامته، مما يثير التساؤل حول مصداقية الروايات. القرآن بيقدم وجهة نظر مختلفة، حيث يؤكد أن المسيح لم يصلب بل رفعه الله إليه. في الأناجيل الأربعة في تفاصيل مختلفة حول الأحداث المحيطة بصلب المسيح وقيامته، مثلا إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ذكروا روايات مختلفة عن النساء اللي راحوا القبر والشخصيات اللي شافوها هناك من ملائكة وشخصيات أخرى، ورجال دينكم بيأكدوا وجود التناقض ده. بيجي بقى للسؤال بتاع أحداث القيامة. طبعا في تباين في الروايات، سببها ايه؟ سببها ان الشاهد الذي كتب انسان يتذكر وينسى، وفي حاجات ما كانش حاضر وسمعها، يعني التلاميذ لم يذهبوا الى القبر ولكنهم سمعوا الرواية من المريميات ما عدا يوحنا، يعني التلاميذ اللي هم متى ومرقس ولوقا سمعوا الرواية من المريميات، فهو سمع فما تذكره كتبه، فلازم يبقى فيه تقديم وتأخير ولازم يبقى فيه تذكر ونسيان. أولا، الاختلافات اللي موجودة في الأناجيل لا تنفي الحدث نهائي، فمتى والمرقس ولوقا ويوحنا الأربعة بيأكدوا صلب المسيح. ما هو ما ينفعش كلمة الله يكون فيها تناقضات زي ما انت قلت بلسانك. كلمة الله لا توجد فيها تناقض. وبعدين لو يعني لا ايه ده كده وابلع ريقك، لان التوتر ظهر عليك، لانك في نفس الفيديو قلت في البداية ان في اختلافات بين الاناجيل، وفي نفس الفيديو برضو بتقول ان كلمة الله لا يوجد فيها تناقضات. رابعا، مهمة المسيح. لو نبص على الأناجيل هنلاقي أن المسيح كان دايما بيتكلم عن ملكوت الله. مثلا في إنجيل لوقا إصحاح 43 عدد 4 المسيح قال: يجب أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت. ده معناه أن رسالته كانت بتتعلق بملكوت الله وهداية الناس. فالمسيح لم يتحدث مطلقا عن الخطية الأصلية أو خطية آدم في الأناجيل، وكان بيركز في تعليمه على ملكوت الله والدعوة للتوبة واتباع وصايا الله. في إنجيل متى 4:17 المسيح بدأ رسالته بعبارة: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. الرسالة الأساسية هنا هي التوبة وليس التكفير عن خطية آدم. في الأناجيل المسيح بيشجع الناس على عبادة الله الواحد. في إنجيل يوحنا بيقول: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هنا بيتكلم عن معرفة الله مش عن خطية آدم. كما كان يدعو الناس للتوبة والرجوع إلى الله، فيقول في إنجيل لوقا: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. التركيز هنا على دعوة الخطاة للتوبة وليس على التكفير عن الخطية الأصلية. في كل النصوص اللي بتتحدث عن تعليم المسيح وأعماله مفيش أي ذكر واضح للخطية الأصلية أو خطية آدم. خامسا، النبوءات المتعلقة بالصلب والقيامة. النبوءات في الأناجيل بخصوص صلب وقيامة المسيح متناقضة، وده بيصير تساؤلات حول مصداقيتها. والسؤال اللي بيطرح نفسه بقى: ليه مذكور في الأناجيل أن المسيح كان بيصلي لله أن يجيز عنه هذه الكأس بالرغم ادعاكم أنه جاي أصلا علشان يتصلب؟ سادسا، العودة والدينونة. المسلمون يؤمنون بعودة المسيح في نهاية الزمان ليكون شاهدا على الحق ويكمل مهمته في هداية الناس. والغرض من عودة المسيح أنه يكون شاهد على الحق، لأنه هيأكد أن الإسلام هو الدين الحق وأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام هي الرسالة الكاملة، وهيكمل مهمته في هداية الناس للطريق المستقيم، وهيعلم الناس العبادة الصحيحة لله ويصحح المفاهيم الغلط.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يعني المسيح عليه السلام هيكسر الصليب رمز للنصرانية، وهيقتل الخنزير حيوان محرم في الإسلام، ويضع الجزية الضريبة اللي كان بيدفعها غير المسلمين للدولة الإسلامية، ويفيض المال حتى لا يكون هناك فقر. سابعا، الجلد والتعذيب. قصة تعذيب المسيح موجودة في الأناجيل، ولكن القرآن يرفض فكرة أن الله كان ليترك نبيه يتعرض لمثل هذا العذاب. الله رفع المسيح إليه وأنقذه من محاولات القتل. ثامنا، شهادة فيلم المسيح. الأفلام اللي بنشوفها عن حياة المسيح والأحداث اللي حول صلبه وقيامته بتعتمد بشكل كبير على الروايات اللي موجودة في الأناجيل. الأناجيل دي هم 4: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. كل إنجيل فيهم بيحكي الأحداث بطريقة مختلفة، وده اللي بيسبب التناقضات اللي بنتكلم عنها. لو بصينا على الأناجيل هنلاقي إن في بعض التناقضات بين الروايات المختلفة، زي مين كان حاضر عند قبر المسيح بعد قيامته؟ إزاي كانت طريقة القبض على المسيح؟ تفاصيل محاكمته وأحداث الصلب نفسها. التناقضات دي بتخلي الباحثين والمؤرخين يشكوا في دقة الروايات دي، يعني مش كل اللي مكتوب في الأناجيل ممكن يكون حصل بالظبط زي ما هو مكتوب. لما يجوا يعملوا فيلم بقى عن حياة المسيح، المخرجين بيختاروا ازاي يحكوا القصة بناء على تفسيرهم الخاص او التقاليد الدينية اللي هما بيتبعوها. فالافلام دي في الاخر بتمثل وجهة نظر دينية معينة، مش حقيقة تاريخية موثوقة. المهم انك لازم تعرف ان الافلام دي مش بتقدم ادلة تاريخية مؤكدة عن حياة المسيح. الافلام بتستخدم الروايات الدينية وبتحكيها بشكل درامي علشان توصل رسالة معينة، لكن لما نيجي نتكلم عن البحث التاريخي والديني بنلاقي ان في تناقضات وشكوك حول الاحداث اللي الافلام بتعرضها كحقائق. وخلاصة الرد: الاسلام يعترف بالمسيح كنبي عظيم ويؤمن بمعجزاته، ولكن يختلف في بعض التفاصيل المهمة حول صلبه وقيامته. القرآن بيقدم رؤية تصحيحية لاحداث معينة نؤمن انها حرفت بمرور الوقت. الإيمان لا يجب أن يبنى على الأفلام أو الروايات المتناقضة، بل على البحث والدراسة العميقة للنصوص المقدسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.